بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يمكن في البداية بذكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات الشيخ محمد بن راشد الدولية للاحتفالات وللإنجازات الرياضية على المستوى العربي والعالمي. يعني النادي الأهلي وجوده النهاردة في مثل هذا الاحتفال هو بالنسبة لنا شرف كبير، وبيسعدنا وبيسعد كل أعتقد المنطقة العربية والأفريقية. النادي الأهلي بيحاول بقدر الإمكان إن هو يعني يقدم شيء نجاحات تنافس الأمور العالمية. نتمنى إن احنا ننجح في دوت إن شاء الله. النهاردة وجود النادي الأهلي كممثل المنطقة العربية والأفريقية في هذا المحفل العالمي الكبير، أعتقد ده أمر بالنسبة لنا بيسعدنا كلنا وبيشرفنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله في القادم يكون أفضل بإذن الله. تاني بشكر كل السادة الحضور وبشكر مؤتمر دبي العالمي على هذا الاحتفال. يعني شكرا، السلام عليكم. مبروك. هي كانت احتفالية شيك جدا، وكابتن محمود الخطيب هو كمان راجل شيك جدا، وطبعا شيء جميل ان احنا نشوف ان الاهلي بيتوج بهذا اللقب الاكثر حصولا على البطولات في منطقة الشرق الاوسط ونادي القرن الافريقي. حاجة حلوة، حاجة حلوة جدا، وحاجة زي ما قلت كده بتشرفنا وبتسعدنا، والواحد بيبقى فخور بانتباهه لهذا الكيان اللي بيفرض عليه سلوك برضو معين في الأول وفي الآخر. فكرة ان انت تبقى أهلاوي او تشتغل في قناة الأهلي طبعا، او بتنتمي للنادي الأهلي، دي كلها بتفرض عليك يعني سلوك معين. فبجد الواحد مبسوط، ويا رب دايما كده يبقى فيه كمان بطولات وتكريمات 2021 وكل السنين اللي جاية بإذن الله. اللهم آمين. طيب.